الرحمن الرحيم. النهارده هناخد ال سمول باور ثيكنينج. هي احنا فاضل لنا محاضرتين ان شاء الله في الجيارتي وخلاص. المره دي هناخد السمول باور ثيكنينج، والمره الجايه ان شاء الله هناخد اللارج باور ثيكنينج، ويبقى كده معظم الحاجات اللي في الجيارتي خلصت. تمام. طيب النهارده اللي هناخده هناخد اوفر فيو كده عن الباور ثيكنينج عموما والباترن اوف انهانسمنت. يعني دايما بيقسموا كده الباور ثيكنينج ده لحاجات زي ما هنتكلم عليها كمان شويه. الكلام ده هيطبق على المحاضره دي والمحاضره بتاعت المره الجايه ان شاء الله. خلاص. وبعد كده هنتكلم على الاسباب، الاشهر الاسباب اللي بتعمل سمول باور ثيكنينج، من اشهرهم الانفلاماتوري كوز زي الكرونز، والفاسكولار كوز زي الاسكيميك انترايتس، وهنتكلم عن النيوبلاستيك كوز. معظم النيوبلاستيك كوز او اهمهم احنا في حاجات اتكلمنا عليهم قبل كده مع الاستومك، مش هنعيد سيرتها تاني. في حاجات جديده زي الكارسينويد تيومرز هنتكلم عليها ان شاء الله النهارده في اخر المحاضره يعني. طيب اول حاجه هنتكلم عن الباترن اوف انهانسمنت بتاع الباور ثيكنينج عموما. هما بيقسموا لي لما بلاقي اي باور اور ثيكنينج بيقسموهم من 5 باترن. هو بس في السؤال ازاي احكم على ان في باور ثيكنينج؟ قال والله لو انت قدرت بصيت على الثيكنس بتاع الباول وول ده قسته، لو اليومن از ماركت او ادكويتلي ديستنتد، المفروض ان الثيكنس بتاع الول ما يعديش 5 مللي. طب لو هو لا كولابسد، فانا ممكن اوصل ل متاسف لو هو ديستندد يبقى 3 مللي، المفروض ما يعديش عن 3 مللي. لو هو كولابسد ما يعديش 5 مللي. تمام. فلان احنا كده كده لما بيكولابس الول بيتخن شويه، فاحنا عندنا 5 مللي. ايه 5 مللي كثيكنس؟ لو هو نوت ديستندد، لو هو ديستندد والعيان شارب كويس، فالباور ثيكنس المفروض ما يعديش 3 مللي. لو عدى 3 مللي ان ان اندستندد ليومن، او 5 مللي ان متاسف العكس يعني، ده يعتبر باور وول ثيكنينج. تمام. طيب الباور وول ثيكنينج بتاعنا ده بعد ما بلاقيه بيقسموا الباترن اوف انهانسمنت بتاعه الى 5 باترن. على حسب ايه؟ قالوا والله على حسب الانهانسمنت بتاعه ان بورتر فيز. يعني انا بحقن إن عيان في البورتر فيز واشوف الباترن اوف انهانسمنت للباور ثيكنينج ده موجود. والله لو الباترن اوف انهانسمنت ده ايكوال للصبغه اللي موجوده في الفين، يبقى ده يسموه وايت اتينيويشن. وايت اتينيويشن الباور ثيكنينج ده يسموه وايت باترن اوف اتينيويشن. طيب والله لو كان الانهانسمنت بتاعه قليل شويه واشبه يكاد يكون اشبه للمصل، وطبعا اقل من الصبغه اللي موجوده في الفين، يبقى ده بيسموه جراي باترن اوف اتينيويشن. دول اول 2 باترن. ثالث الثلاثه الباترن الباقيين هم عباره عن ان الول تحس ان هو بقى عباره عن لايرز ستراتيفايد، بيسموه ستراتيفايد لاير. والله على حسب اللاير التحتانيه، اللاير اللي في الوسط دي، لو هي كانت اديما او ووتر يسموها ووتر هالو اتينيويشن. طب لو كانت اللاير التحتانيه دي عباره عن فات يسموها فات هالو اتينيويشن. لو اللاير التحتانيه دي عباره عن اير او هواء يسموها جاز او بلاك هالو اتينيويشن. يبقى ده المنظر ده ان الول ثيكنينج اللي موجود عباره عن ستراتيفايد، عباره عن لايرز. انا لقيته ان هو عباره عن لايرز. والله على حسب الصب ميكوزا اللاير دي بقى فيها ايه. والله لو فيها اديما او ميه يسموها ووتر هالو اتينيويشن. لو هو في فات يسموها فات هالو اتينيويشن. لو هو من عند السيتي كود ده سيتي. لو هو عباره عن اير يبقى يسموها اير او بلاك هالو اتينيويشن او جاز هالو اتينيويشن. تمام. دول الخمسه باترن بتاع الايه بتاع الباول وول ثيكنينج، وازاي نعرف ان في باول وول ايه باول وول ثيكنينج. طيب بعد كده بيتكلموا على جنرال ايه هي الاسباب اللي بتعمل الباترن اوف اتينيويشن دول. فقالوا لو انا بتكلم على الوايت وايت باترن اوف اتينيويشن ده، ان اللي يكون الانهانسمنت بتاع الول بتاعنا يكاد يكون سيميلر تو ذا كونتراست ان ذا فينس او ان ذا فين، اللي هو الوايت اتينيويشن ده، قالوا ان هو اسبابه يا اما تكون انفلاماتوري باول بس في حالات اكتيف ديزيز زي ما هنتكلم كمان شويه. يعني لو في الاكتيف ديزيز بتاع الكرونز او الاكتيف ديزيز بتاع الالسرتيف ممكن نلاقي الباور ثيكنينج از وايت اتينيويشن. لو هو او ممكن سبب تاني مشهور في من الاسباب الاسكيميك انترايتس، ممكن تعمل برضو ايه، ممكن تعمل وايت ايه الوايت اتينيويشن ده. طيب وهنتكلم عليها واحده بالتفصيل.
عموما الوايت اتنيويشن ده ما بيقلقناش، لما بلاقي في وايت اتنيويشن بعرف ان ده يا اما تكون حاجه انفلاماتوري، لا اما ممكن تكون حاجه ايه، ممكن تكون حاجه اسكيميك. طيب الجري باترن اوف اتنيويشن، الجري باترن اوف اتنيويشن ده مقلق شويه بالنسبه لنا. ليه؟ لان الجري باترن اوف اتنيويشن بيخش من ضمن الاسباب بتاعته النيو بلازم، فدايما بيبقى مقلق شويه. الحقيقه هو نون سبيسيفيك باترن، يعني معظم الاسباب اللي بتعمل باول وول ثيكنينج ممكن تعمل جري باترن اوف اتنيويشن، بس من ضمنهم كمان او بيخش في الديفرنشال بتاعهم ان ممكن النيوبلاستيك كوز لما بيجي يعمل باور ثيكنينج بيبقى المنظر بتاع الجري باترن في ايه؟ في اتنويشن. وبالتالي ده لما بشوفه لازم ابدا افرق ما بينه، هل هو ده نيوبلاستيك ولا انفلاماتري كوز زي ما هتكلم كمان شويه. خلاص بالذات الجري باترن في اتنويشن، الاذر باترنز ما بيعملوا النيوبلاستيك كوز ما بيعملوها بيعملوهاش. خلاص طيب تالت واحد او اللي هو عباره عن الووتر هالو اتنويشن او ووتر هالو ساين، انك تلاقي في سب ميكوزل او بيسموه تارجت ساين، تارجت ساين كده او الاستراتيفايد سب ميكوزل اديما، ده برضو اول ما بشوفه مرتاح وممكن يبقى في ضمن الحاجات بتاعت الانفلاماتوري كوز في الاكيوت ستيج، برضو ممكن تعمل المنظر ده، او ممكن الاسكيميك او الفاسكولار كوز بالذات زي العينين بتوع البورتال هايبرتنشن ممكن يعمل المنظر ده. وكمان بعض انواع من الانفكشن زي ما هنتكلم في الكل المحاضره الجايه ان شاء الله، الانفكشوس كولايتس برضو بيعمل منظر اللي هو ممكن يعمل منظر بتاع الباول وورتكنج اللي هو ووتر هالو اتنيويشن. وزي ما احنا شايفين المنظر ده غالبا ما بيعملوش نيو بلاستيك، عشان نيو بلازم مش هيفضل بقى يحافظ مش هيعمل سب ميكوزا دي ويحافظ على اللايرز والكلام ده، لا لا هو مش بيعمل كده. خلاص طيب الفات هالو اتنيويشن، ان يكون في سب ميكوزا الفات، الفات هالو اتنيويشن ده لما بشوفه بيبقى في مرحله الكرونيك ستيج بتاعت الانفلاماتوري كوز. من اشهر الاسباب ان مثلا كرونيك كرونز او كرونيك ألسرتيف ببدا يلاقي ان بيبدا يحصل فيه فاتي انفلتريشن للسب ميكوزا ويعمل باترن اللي هو الايه الفات هالو ساين ده، او عيان بياخد راديو ثيرابي برده ممكن يعمل المنظر ده. ولو لقيناه في سيجمنت قليله او مش واخد مسافه كبيره فده ممكن الناس تعتبره سنتورت اوف نورمال ايه نورمال فاريشن. خلاص فده الايه الباترن اللي هو الفات هالو اتنيويشن، برده ده من الحاجات اللي ما بتقلقناش. ولما بشوف بعرف ان في كرونيك ايه كرونيك كونديشنز من الايه من الاسلب او الايه او الكرونز. اخر نوع اللي هو عباره عن البلاك هالو اتنيويشن، ده البلاك هالو اتنيويشن ده او اللي هو بيسموه نيوموتيزس انتستايناليس. خلاص ان بدا يبقى في اير جوه الايه جوه الوول بتاع الايه بتاع الباول. خلاص وده عاده بيبقى لا اما ليت اسكيميا في مرحله متاخره بدا يحصل جانجرين للوول، بدا يخش الهواء من اليوم للوول. خلاص او في بعض الاسباب من التروما، لو بعمل باول تروما بالذات لو بعد انترفنشن، يعني العيان بيركب مثلا جيجنوستومي تيوب فيدنج تيوب في الباول، فممكن يبقى من ضمن الحاجات اللي بتعمل بلاك هالو اتنيويشن الايه البروسيدرز ديت زي ما في الحاله دي. تمام دولت كانوا الخمسه باترن اوف اتنيويشن والجنرال كوز بتاعتهم اللي بتسببهم. طيب الجري باترن اوف اتنيويشن ازاي افرقه في اذا كان ده نيوبلاستيك ولا ايه ولا انفلاماتوري؟ خلاص في ناس قالوا ان في ساينز ترجح اكتر ان هو يكون انفلاماتوري، في ساينز ترجح اكتر ان هو يكون نيوبلاستيك. اول حاجه اللونج سيجمنت انفولفمنت، اللونج سيجمنت انفولفمنت ده اكتر معنى يكون انفلاماتوري عن ان هو يكون نيوبلاستيك. ويقولوا لو في بيقولوا كات فاليو لو لقيت باور ثيكنينج اكتر من 5 سنتي ده ميال اكتر انك تكون اكتر مور بناين او مور انفلاماتوري كوز. تاني حاجه وحاجه مهمه جدا وهو الايدج بتاع الميور ثيكنينج الموجود، لو لقيت الايدج ده في شولدرنج كده في ابرابت كاليبر تشينج ما بين الثيكنينج والحته الابنورمال والحته النورمال بقى في زي ستيب لايك ديفورميتي، ده اكتر مع نيوبلاستيك. اما لو لقيت الثيكنينج ده بيتدرج تدريجي لغايه لما يلحم مع حته النورمال، ده اكتر مع ان هو يكون انفلاماتوري. والحقيقه الايدجنج دي من ضمن الساينس المهمه جدا اللي فعلا بتقول او دايما بتبقى ميال اكتر مع الشولدرنج، انك لو شفته انك تقول ان ده نيوبلاستيك ايه نيوبلاستيك كوز. تالت حاجه وهو السمادجنج اللي حوالين الميور ثيكنينج، لو لقيت حته ميور ثيكنينج صغيره وقصادها حواليها سمادجنج فات برينز كتير قوي قوي قوي، ده اكتر مع ان هو يكون انفلاماتوري. ده اللي بيسموه disproportionate fat stranding. يعني ايه؟ يعني الفات stranding اللي موجود مش متناسب ابدا مع حجم الميورا ثيكنينج اللي موجود، يعني حته الميورا ثيكنينج موجوده واخده سيجمنت قليله ولقيت ان دي حواليها فيها smothering surrounding fat plain عنيف، ده اكتر ما يكون انفلاماتوري. على عكس النيوبلاستيك بيقولوا ان النيوبلاستيك فات stranding بيبقى دايما متماشي مع الايه؟ مع الميورا ثيكنينج اللي موجود. اخر حاجه هو الثيكنس، كل ما زاد الثيكنس بتاع
الميوثيكنين الموجود ده اكتر تكون اكتر ميال لنيوبلاستيكوز، لان زي ما احنا شايفين كل ما الباو ثيكنينج يزيد يكون اقرب يكون ماس ليجنز، والماس ليجن ده اكتر مع الايه مع النيوبلاستيك ايه كوز. وحطوا برضو كات فاليو 3 سم، لو الثيكنس زاد عن 3 سم ده اكتر مع انه يكون تيز ا نيوبلاستيك كوز. الحقيقه الحاجات او الاربع بوينتس دولت من ضمن الاربع بوينتس المهمه جدا اللي لازم اعلق عليهم في التقرير بتاعي لما اقول ان في او اقابل في ميورا ثيكنينج موجود. ابص على الايدج، ابص على اللينث بتاع السيجمنت الانفولفمنت، ابص على الثيكنس اللي موجود بتاع الميورا ثيكنينج الموجود، وابص على السراوندنج سمولجنج فات برينز، ولازم النقط دي اعلق عليها في التقرير بتاعي وانا بلاقي باول ايه باول وول ثيكنينج. دي كانت مقدمه عن الباور وول ثيكنينج والباترن اوف انهانسمنت وازاي افرق في اذا كان ده نيوبلاستيك كوز ولا انفلاماتوري ايه انفلاماتوري كوز. مش لازم يبقى انفلاماتوري، ممكن يبقى نون نيوبلاستيك، يعني نيوبلاستيك ولا نون نيوبلاستيك، يعني ممكن يبقى اسكيميك يبقى ميال مع الايه مع الحاجات اللي هي الانفلاماتوري. خلاص النيوبلاستيك ده لوحده والنون نيوبلاستيك ده لوحده، تمام. طيب الانفلاماتوري كوزس اللي هنتكلم عليها من اول بقى هنتكلم بالتفصيل عن الحاجات اللي بتعمل سمول باول ثيكنينج، واشهرهم هو الكرونز ديزيز. الحقيقه الكرونز ديزيز ده ات از ان ديزيز اوف ان نون ايتيولوجي، في ناس بيقولوا ان هو اوتو اميون، في ناس ما بيقولوا ان هو مش معروف السبب. المهم بيتميز بترانس ميورال انفلاميشن للجي اي تي تراك. ترانس ميورال يعني ايه؟ ترانس ميورال معناه ان هو ياخد كل الوول بتاع او كل الثيكنس بتاع الباول. الحقيقه دي حاجه مهمه جدا. ليه؟ لان زي ما هنعرف ان الـ ان الـ ان الكرونز ده لما بياخد الول بيبقى سهل جدا ان الول ده يبقى فري، لان هو بياخد الول كله. فتلاقي من ضمن المشكله المشاكل بتاعته انه ممكن يحصل بيرفريشن، سهل جدا ان هو يعمل فيستولايزيشن، تلاقي بيبقى فيست انفستد من باول لباول، او زي ما هنتكلم كمان شويه. المهم بيبقى ليه هاير انسنس انه بيرفريت وهاير انسنس اون فيستولايز، لان زي ما قلنا ده اتيز ا ترانس ميورال ايه ترانس ميورال انفلاميشن. طيب العيانين بيجوا يشتكوا من ايه؟ بيجوا يشتكوا من ابدومينال بين، ممكن يبقى فيه لان هو كرونيك سيمتومز شويه، يعني كرونيك ديزيز شويه، فيبدا العيان يبدا يخش من فلوس اوف ابيتايت ويت فلوس، وممكن يبقى فاتيج، وممكن لو افكتنج الريكتم وبدا يحصل سم سورت اوف بيرينال فيستولز ممكن يبدا العيان يشتكي من ريكتال بليدنج وانر سكين فيشرنج والسس. طيب مهم جدا نعرف ان كرونز بيأفكت اي حته في الباول، وبيقولوا ان هو من اول الاورال كافيتي لغايه الانال كلام، خلاص ما بيسيبش اي حته، ممكن يفكت اي حته. الايد بريدومينانس بتاعه بيبقى دايما سن صغير من 15 ل 25 سنه، ده اللي دايما بنشوفه فيه. طيب عشان اشخص الكرونز احسن حاجه اشخص فيه انك تلاقي فيه باول ثيكنينج مالتيبل باول لوب ثيكنينج مالتيبل، الاقي فيه اكتر من سيجمنت فيها باول وول ثيكنينج مالتيبل باول وول ثيكنينج. الباول وول ثيكنينج ده السيجمنت في سيجمنت ما بينهم بتبقى سام سورت اوف نورمال، تلاقي فيه باول وول ثيكنينج موجود في النص سيجمنت ايه في النص سيجمنت نورمال اللي هو بيسموها سكيب ليجنز. فالكاركترستيك جدا للكرونز انك تلاقي فيه مالتيبل لونج سيجمنت اوف باول ميورا ثيكنينج مالتيبل باول ثيكنينج اوف او لونج سيجمنت اوف باول وول ثيكنينج with intervening a with intervening normal a normal a normal normal bowel wall thickening in between اللي هي بيسموها skip lesion. وبالتالي لو لقيت multiple bowel long segment of bowel thickening with skip lesion this is a very characteristic ان يكون Crohn's Crohn's disease. الحقيقه الباترن اوف اتينويشن في الاكتيف ستيج بتاعت الكرونز ممكن يبقى وايد اتينويشن زي كده، يبقى كل الوول واخد انهانسمنت اكتر او شبه للسيميلر تو الصبغه الموجوده في الفين اللي هو الوايد اتينويشن، او ممكن يكون اللي هو سب ميكوزال باترن اوف ايه اوف اتينويشن. ده الباول ثيكنينج المميز عاده في الاكتيف ستيج بتاعت الايه الكرونز اللي هي تلاقي فيه سب ميكوزال ايه سب ميكوزال ايديم. طيب الباول ثيكنينج بتاع الكرونز عاده بص يعني انت شايفه ان بدا يبقى في لير في ميكوزا بدات تبقى انهانس وفي لير تحتيها اقل شويه، ما دام لقيتي في ستراتيفيكيشن كده يبقى ذيس از ا ستراتيفايد بات. خلاص انما هنا مش قادره تميز كل الول هوموجينس لايه هوموجينس انهانس. خلاص فممكن يبقى وايد اتينيويشن او ووتر هالو اتينيويشن، وده بالذات في الاكتيف ايه في الاكتيف ستيج. مهم نعرف ان الباول وول ثيكنينج بتاع الكرونز بيبقى مايلد، يعني عاده ما بتعديش 2 سم ابدا. خلاص بيبقى مايلد ايه مايلد ميورا ثيكنينج، وعاده بيبقى 1 سم ما بيتعديش يعني 2 سم ده في اقصى الايه في اقصى الدرجه بس ما بيعديش كده. خلاص فدايما بيبقى مايلد وممكن ياخد في الاكتيف ستيج الوايت او سب ميكوزال او الوتر هالوسان.
طيب مهم جدا نعرف ان دايما الفات بلينز اللي حوالين باول لوبس الثيكن دي دايما بيبقى فيها سمادجنج عنيف جدا، اللي هو بيسموه فيه بيبقى فيه بعد ديرتي فات بلينز، والفيسلز اللي بتبقى فيه بتبقى فيري بروميننت، اللي هو الميزنتريك فيسلز بتبقى انجورج نتيجه الانفلاميشن. ده اللي بيسموه منظر اللي اسمه كوم ساين، اللي هو زي اسنان الايه زي اسنان المشط. فده المنظر اللي هو الانجورجد ميزنتريك فيسلز والسمادجنج او سراوندنج فات بلينز اللي حواليه، ده بيبقى ديسبروبورشن جدا مع الايه مع الباول، وواضح جدا مع الباول وول ثيكنينج. ممكن نلاقي فيه معاه برومينت ميزنتريك لينف نودز، وممكن ما نلاقيش. الميزنتريك لينف نودز برده بتاعته مش بتبقى كبيره، بتبقى فيري سنتر برده، متعديش سنتي في الايه في الدايمتر ايه الدايمتر بتاعها. طيب في حالات زي ما قلنا ان الاثر ان الكرونز ديز ده بيأفكت اي وول اي باول وول ثيكنينج من اول اي حته من اول الاورال كافيتي لغايه الانر كانال، هو ممكن يأفكت الكولون وممكن يأفكت السمول باول، بس اشهر مكان هو التيرمينال ايليم. حقيقي من اشهر الاماكن اللي بيأفكت هو التيرمينال ايه التيرمينال ايليم. 80% سمول باول انفولفمنت، 50% منهم هاف ان تيرمينال ايليم ايه تيرمينال ايليم افكشن. طيب بالنسبه لي الام ار اي، بالنسبه لي الام ار اي ودوره في تشخيص الكرونز وامتى اطلب ام ار انتروجرافي. الحقيقه الام ار انتروجرافي كسنسيتيفيتي شبه السي تي، مفيش اختلاف خالص ما بين السنسيتيفيتي بتاعه الام ار اي انتروجرافي والسي تي انتروجرافي، خلاص مفيش اختلافات. امال انا امتى بلجا للام ار انتروجرافي؟ والله لو عيان خلاص استابليشد ان هو يكون كرونز ديزيز وانت عايز تعمل له فولو اب، بتتابع على الفولو اب بتاعه بدل ما كل شويه تعرضه للراديشن اكسبوجر، لا ابدا اعمل ايه ابدا اعمل ام ار اي انتروجرافي، وخصوصا لو انت بتستخدم فات سات ايمجز وبعد الصبغه، والموضوع الانهانسمنت بيبقى باين كويس جدا. وفي ناس دلوقتي بقت تستخدم تكنيك بتعمل فيها سبريشن للباول وول ثيكنينج الباول وول موشنز، فبتبقى بيبقى صور فيها اوضح بكتير. خلاص بتبقى زي سيكونسز معينه بتبقى تقدر تتغلب على الموشن بتاعت البار. خلاص احنا عندنا فرق بيسموه تروفي تروفي سيكونس. تمام. طيب الكرونيك ستيج بتاعت الكرونز ديزيز، لما الكرونز يبدا يقدم شويه ويبدا يخش في الكرونيك ستيج بتاعته بيبدا ياخد اتنين باتن اوف اتينيويشن، يا اما يبدا يتحول الى جراي باتن اوف اتينيويشن. معظم الباول يبقى الانهانس بتاعه بيقل ويخش في الجراي باتن اوف اتينيويشن اللي هو عاده بيبدا يخش فيه فايبروزس. خلاص والنوع ده بيبقى دايما ممكن يبقى اسوشيتد مع اليومنا ريدكشن، ويبقى معاه ممكن يبقى معاه بروكسيمال باول دايتيشن وانتستانال ايه انتستانال اوبستراكشن، او ممكن يخش في مرحله بتاعه السب ميكوزال فات انفيلتريشن اللي هي بتاعه الفات هالوساين، اللي هي زي ما قلنا ده برضو لما بشوفها دي بعرف ان هو كرونيك كرونز، خصوصا لو كان الباترن ده واخد مالتيبل سيجمنت وفيهم ما بينهم انترفيننج اللي هو السكيب ليجنز، الباترن اللي هو احنا متعودين اللي هو بتاع اصلا بتاع كرونز، فده في مرحله الايه في مرحله الكرونز ايه الكرونز ايه كرونز ديزيز. طيب الكومبليكيشنز بتاعه الكرونز، ودي من ضمن الحاجات المهمه اللي لازم ابص عليها، وهو البرفوريشن والابسس فورميشن. خلي بالك الابسس بتاعه لازم تدور عليه عشان تلاقيه. يعني ايه؟ الباول وول بيبقى انهانسد، فانت الابسس اللي بيبقى جنبه برده بيبقى ليه مارجن انهانسمنت جواه فلويد، فانت ممكن تعتبره ان هو باول وول ثيكني او سمول باول يعني. فانت لازم لو انت مش حاطط في دماغك ان ده في ممكن يبرفريت او ممكن يحصل معاه كومبليكيشن ابسس، مش هت ايه ممكن تمس وممكن ما تلاقوش. فدايما بيبقى ممكن يبقى سراوندنج او ادجيسنتلي ابسس فورميشنز زي ما قلنا، وليه؟ لان هو في الاخر ترانس ميورال ايه ترانس ميورال انفلاميشن. الابسيس كمان بيبقى ليهم اماكن غريبه ولازم نبص عليهم. الانتيرير ابدومينال وول ده من الاماكن مهمه جدا وسهله جدا انك تمس ان يبقى فيه ابسيس في الانتيرير ابدومينال وول، ابسيس في البوستيرير ابدومينال وول في المسلز بتاعت الالياكس والصوص والكوادريسبس الكوادريتس لامبورا، المسلز بتاعت الايه بتاعت البوستيرير ابدومينال ايه ابدومينال وول بيبقى سهله جدا. المنطقه بتاعت البيري اينال كانال برده بيبقى سهل ان يحصل فيها ايه ممكن يبقى سهل ان فيها ابسيس فورميشن. المهم لازم ندور على الابسيس في العينين بتاع كرونز، ولازم اذا كان موجود نقول، واذا كانش موجود نو ديفينيت ابسس ايه ابسس فورميشن عشان تتاكد انك ايه دورت عليه. كمان الفيستولايزيشن، الفيستولايزيشن ممكن يعمل اي نوع من انواع الفيستولا، ممكن يبقى سمول باول مع سمول باول، ممكن يبقى سمول باول مع لارج باول، ممكن يبقى سمول باول مع سكين، ممكن يبقى سمول او لارج باول مع يورينال بلادر. فاي فيستولا ممكن تحصل زي الحاله دي مثلا في هنا باول مع يورينال بلادر بدليل ان بدا يخش هواء هنا موجود في اليورينال بلادر، ممكن يبقى سمول باول مع سمول باول
فالانتيرو انتريك فيستولا الحقيقه الدايجنوز بتاعها بيبقى صعب شويه انك ما بتشوفش التراك بعينه، بس تقدر تشك فيها لما تلاقي ان الباول بدا يقربوا من بعض، تحس ان الباول بدا يادهير تو ايتش اذر، او ما تحس ان هما دي ار امالجاميتد او ادهير ادرنت تو ايتش اذر، لازم تحط البوسيبيليتي ان ممكن يبقى في فيستولا ايه فيستولا فورميشن. في الام ار اي ممكن تشوف النون ايبث او نون النون لير بتاع او الابيثلايزد تراكت بتاع الفيستولا ذات نفسها، بس زي ما قلنا خلينا نعتمد على الايه، خلينا نعتمد يعني ده باول اهو وده باول اهو وفي ما بينهم هنا فيستولا ايه فيستولا تراكت، بس خلينا نعتمد على اكتر على العيان كرونز وبدا الباول يادهير تو ايتش اذر، ممكن تسجست ان العيان ده يكون ايه، ان العيان ده عنده فيستولا ايه فيستولا فورميشن. طيب ايه العيانين بتوع الكرونز ديز ممكن يبقى معاهم اكسترا باور مانيفيستيشن زي الكالكولر جول بلادر، او ان يبقى فيه بلادري اوبستراكشن اللي هو سكلروزنج كولانجيتس، بس زي ما هنعرف ان الموضوع ده فيري فيري كومن في الالسرتيف عن الايه عن الكرونز ديز اللي هم بيسموهم اكسترا باور ايه اكسترا باور مانيفيستيشنز. ولو كنا فاكرين في المكرنا على سكلروزنج كولانجيتس كنا جبنا سيره الايه الالسرتيف كولايتس في العيانين بتوع السكلروزنج ايه سكلروزنج كولانجيتس. تمام اوتو اميون ات از ان اوتو اميون ده بيكروس رياكت مع ده وده انتي بودي ده وده فبيبقى فيري كومن تو اسوشيت، بس الالسرتيف بصراحه اكتر من الكرونز. طيب الديفرنشال المهم جدا للترمينال ايليام افكشنز هو تي بي، تي بي بيحب يافكت الترمينال ايليام، فده ديفرنشال مهم جدا ويعمل ميورا ثيكنينج في الترمينال ايليام، فده من ضمن ديفرنشال مهمه جدا للايه للكرونز ديزيز. طيب بس الحقيقه العيان بتاع التي بي دايما النيو ثيكنينج بينجلف او بينفولف السيكم وينجلف معاه الايه الترمينال ايليوم، الانفولفمنت بتاع السيكم بيبقى اعمق بكتير في التي بي عن الايه عن الكرونز ايه عن الكرونز ديزيز. تاني حاجه وحاجه مهمه جدا بقى اللي دايما بتبقى بنخليك انك تقول او تسجست جدا التي بي عن الكرونز وجود الليمف نودز الكبيره اللي فيها سنترال ايه سنترال او لوكازيشن ايه سنتر بتاعه الايه بتاعه التي بي، فالليمف نودز دي دايما لما بشوفها لا ده ترجح جدا ان يكون تي بي عن ان هو يكون كرونز ديزيز، وكمان لو لقيت اسايتس او لقيت بريتونيال نودولز ده برضو مع تي بي عن الايه عن الكرونز ايه كرونز ديزيز. عاده الكرونز او الالستر ما بيبقاش معاهم اسايتس، التي بي ممكن يبقى معاه اسايتس وممكن يبقى معاه بريتونيال نودولز. ما هو هي دي حقيقه تي بي، تي بي من ضمن الحاجات الميور ثيكنينج بتاعها بيبقى عنيف ويلبق مع الماس ليجنز، بس قلنا زي ما قلنا هنعتمد على الباتن بقى اللي معنا قلنا ده جري باتن وفاتينيوش، فابدا ابص على بقيه الساينز اللي هو بتاعه الفرق اللي ما بين نيوبلاستيك وانفلومنت. يعني هنا مش هلاقي الجري باتن ايه فين؟ ما ممكن يبقى جري باتن، هو تي بي ممكن يعمل مش بس يعني الجري باتن ده is a different causes the widespread، ممكن انفلاماتوري تعمله، ممكن يبقى اسكيميك تعمله، ممكن يبقى التي بي انفكشن تعمله، ده نون سبيسيفيك خالص، بس من ضمنهم النيوبلاست. يعني النيوبلاست يعمل جري باتن بس ما يعملش باترنز الثانيه. بالظبط. ابص بقى على بيت الحاجات. تمام ماشي. طيب تاني سبب من الاسباب اللي بتعمل السمول باول ثيكنينج وهو الاسكيميك كوزز او الاسكيميك انترايتس، ولازم نعرف الاسكيميك انترايتس بيكون سببها قفل الارتري او قفل الفين، سواء كفاف سبيرمزيتريك او فيرمزيتريك ارتري او الفين، ودي حاجه مهمه لان لما اقفل الفين سهل جدا ان يحصل ايه يحصل اسكيم. خلاص. طيب العيانين دولت الحقيقه لازم نبقى عارفين ان ليهم كلينيكال سيمتومز واضحه والمفروض ان هي بتبقى معروفه جدا عند بتوع الكلينيشن. لو ما بيجي يبقى اكيوت سيمتومز يبقى ليه ترايات ابدومينال بين معاه فوميتنج ودايريا، ولما بيجي كرونيك سيمتومز لو الاكلوجنز ده بيبقى بارشال اكلوجن بيجي يشتكي من شكه مشهوره جدا اللي هي بيسموها بوست برانديال بين او بوست برانديال انجينا، يعني لما ياكل يبدا يحس بوجع شديد، والسبب في ده ايه؟ البارشال اكلوجن ده بيبقى كافي الباول في مرحله الريستنج ستيت، لما الباول ده يبدا ياكل ويبدا يبقى فيه اكتيف ستيت الباول ده الباول البلاد سبلاي بتاعه يبقى بالنسبه له انسفيشنت وبالتالي عيان يبدا يشتكي. الشكوتين دولت او الشكوى بتاعه الاسكيميك عموما اتس مفروض عند الناس بتوع الجراحه بيبقوا عارفينها جدا وبيبقوا باعتين للعيانين ان هم سسبكتد ان هو يكون اسكيميك ايه اسكيميك باول ديزيز.
خلاص. وبالتالي الهاي كلينيكال سسبشن از ا كي تو ايرلي دايجنوز اوف ايه اوف اسكيميك ايه اسكيميك اسكيميك انترايتس. طيب عاده الناس بيبقوا كبار في السن اكتر من 50 سنه. طيب عشان اشخص الاسكيميك انترايتس احسن حاجه انك تلاقي باول ثيكنينج موجود معاه فين او ارتري مقفول. ده سوبر ميزنتريك ارتري هنا ما كملش, سوبر ميزنتريك ارتري ما كملش فهو مقفول, سوبر ميزنتريك ارتري مقفول ومعاه باول ثيكنينج موجود. فانا بلاقي في باول ثيكنينج موجود عندي ومعاه فين اوكلودد او ارتري ايه او ارتري اوكلود. يبقى باول ثيكنينج ان ذا بريزنس اوف ارتري او فين اوكلودد ده يشخص ان العيان ده عنده ايه, عنده اسكيميك ايه اسكيميك انترايتس. ده احسن دايجنوستس فور اسكيميك ايه انترايتس طبعا مع الكلينيك. طيب الباتن اوف انهانسمنت للعيان الاسكيميك ممكن ياخد اي حاجه, ممكن ياخد جري باتن اوف اتينيويشن, ممكن ياخد السب ميوكوزال باتن او الووتر هالو باتن اوف اتينيويشن, ممكن ياخد ووتر هالو اتينيويشن, ممكن ياخد اي باتن اوف اتينيويشن بتاعه خلاص. طيب ممكن ياخد جري باتن اوف اتينيويشن مفيش مشكله خالص, ممكن ياخد اي باتن جري او ووتر اي اي او او وايت, ممكن ياخد اي حاجه خلاص. طيب في حاجه بقى مهمه جدا جدا جدا, وممكن لو انت ما خدتش بقى او مش حاطط في دماغك الاسكيميك انترايتس لازم تبص على الفيسلز وقتها, وهو ان الباول ثيكنينج اللي معاه اليومن ديستنشن باي فلويد وسراوندد باي فلويد ان ذا ميزنتري اللي هو بيسموه ميستي ميزنتري. الفلويد موجود حوالين الباول ثيكنينج وجوه الباول يومن, الباول از ديستندد باي فلويد وسراوندد باي ايه باي فلويد. الباول الثيكن ده is descended by fluid و surrounded by ايه by surrounded by fluid. بص يا هو ده اقرب انه هو يكون نتيجة ليه congestion. ده بيتشاف اكتر مع الاسكيميك وبالذات بتوع الفينس اوكلوجن. الفينس اوكلوجن انت قفلت الفين, فزي زي اي ديما او ديما زي اي يعني انت لما العين يجيله دي في تي مش رجليه بتورم, هو نفس الكلام, ما هو ده نفس الكلام. الباول بيورم مع انك قفلت الفينس درينج بتاعه, فتلاقي الباول يبقى يورم فيبقى الباول ثيكنينج في الاول, وبعد كده الميه دي القديمه دي تبدا ترشح في اليومن جوه, فالباول يبقى ديستندد باي ووتر وكمان سراوندد باي ايه سراوندد باي ووتر ان ذا ميزن. الساينس دي من ضمن الساينس المهمه جدا, ولو شفتها مع الباول ثيكنينج ده لازم تبص على السوبر ميزنتريك ارتري والسينوزيتيك فين بالخصوص خلاص. دايما بتبقى مع العيانين بتوع الميزنتريك فينس ايه ميزنتريك فينس اسكيم. طيب المرحله المتاخره من الاسكيميك انترايتس اللي هو بدا يبدا يحصل جانجرين وبدا يخش هواء في الول اللي هو بيسموه جاز هالو اتينيويشن او نيوماتوز انترستينالس. والنيوماتوز انترستينالس ده ممكن الهواء ده كمان يتسرب للميزنتري والميزنتريك فيسز ويروح للايه للليفر ويعمل حاجه مشهوره جدا اللي هي بيسموها بورتر فينس جاز. والحقيقه المرحله دي فيري فيري باد بروجنوزس, والعيانين دول عاده بيبقوا فيهم فيتال ايه فيتال كورس خلاص. فبالتالي الاسكيميك ده ممكن تعمل اي باترن من الباترنز الخمسه باترنز ايه بتوعنا تمام. طيب في نوع او في سبب من الاسباب بتاعت الاسكيميك انترايتس بس بيبقى جنرالايزد شويه وبيبقى مش سببه قفل ارتري وفين بثرومبس, وانما ديكريز البرفيوجن. العيانين اللي عندهم هايبوفوليميك شوك, لو العيان دخل في هايبوفوليميك شوك الارتري والفين بيبقوا مفتوحين ولكن البلاد فلو اللي رايح للباول بيبقى قليل خالص, بيعمل ما يسمى بحاجه اسمها شوك باول سيندروم. الشوك باول سيندروم ده بيبقى زي ما قلنا العيان ده عنده هايبوفوليميك شوك والبلاد سبلاي اللي رايح للباول بيبقى قليل, فبيبدا يعمل اسكيميا للباول. الاسكيميا للباول بتبقى عاده تاخد ميور ثيكنينج بيبقى اوف وايت باترن اوف اتينيويشن. وسبب الوايت باتر اتينيويشن اللي بيحصل مع الاسكيميا نتيجه للانجري للميوكس ممبرين بتاع او الميوكوزا بتاعه الباول, فبتبدا تفقد القدره على ان هي تتحكم في الموليكولار ويت بتاع الصبغه, فبيبدا الصبغه بتبدا يعني تقدر تفوت البرميابيلتي بتاعه الممبرين تفوتها, فبتبدا الول يبدا ينهانسد بعنف تمام لان في اسكيميا تمام. الاسكيميا اللي حصلت هي عملت انجري للابيثيليوم او البرميابيلتي بتاعه الكابيلز اللي موجوده وذين ذا وول اوف ذا الباول, فبدات بتفقد الصبغه ان هي تتحكم في الموليكيولار ويت بتاع الصبغه فبتفوت اي حاجه. عشان كده بتبقى دايما الباترن اوف اتينيوشن بتاعها دايما بيبقى لونج سيجمنت او ديفيوز, وبيبقى دايما وايت ايه وايت باترن اوف ايه وايت باترن اوف اتينيوشن. العينين دول الهايبو الشوك باول دول دايما تلاقي الكاليبر بتاع الاورطه بيبقى ريديوسد, دايما تلاقي الاي في سي بيبقى سليت لايك, بيبقى معاه حاجتين مهمين جدا ومختلفين. تلاقي السبلين هايبو برفيوزد
تلاقي السبلين مش منور خالص، وعلى النقيض تماما تلاقي الادرينال منوره جدا. والسبب في ده ايه بقى؟ اشمعنى السبلين هايبر فيوز والادرينال بيبقى منوره جدا او انتنسلي انهانسد؟ بالظبط العين ده في ستريس، فالادرينال بتشتغل كويس جدا، فبالتالي بتبقى انهانسد. السبلين مش محتاجينه دلوقتي، فبيبقى البرفيوجن بتاعه بيبقى ايه قليل. ده اللي هو بيسموه تشوك باول، وده من ضمن الاسباب بتاعت الاسكيميك ايه اسبيميك انتراكس. تمام، ده كان تاني سبب من الاسباب بتاعت السمول باول ثيكنينج اللي هو الاسكيميك ايه الاسكيميك كوز. تالت سبب اللي هو النيوبلاستيك كوز، والحقيقه احنا اتكلمنا على البناين نيوبلازم وانفولفنج كمان الجست، اتكلمنا عليه لما اتكلمنا على الاستمك، فمش هتكلم عليهم لانه بيبقى نفس الايه نفس اللي هم نفس الفيتشرز بتاعته موجوده في السمك زي الفيتشرز اللي موجوده فين في السمول باول. هنتكلم على الكارسينويد. انا عارف ان احنا اتكلمنا عن الليمفوما، هتكلم بس باختصار جدا عن الليمفوما عشان اوريكم ساين من الساينس المهمه بتاعه الليمفوما اللي بتحصل في الايه في السمول باول. طيب بالنسبه للكارسينويد، الكارسينويد ات از ا تيومر ويل ديفرنشيتد تيومر، بيبقى طالع من سيلز مشهوره جدا اسمها اي بي يو دي سيلز او ابوت سيلز. الاي بي يو دي سيلز دي عباره عن نيورو اندوكراينال سيلز. يعني ايه نيورو اندوكراينال سيلز؟ دي سيلز اوريجينيتد فروم نيورال كريست سيلز اللي هي نيورال اليمنت وبتفرز هرمونز. الابوت سيلز او بيسموها ارجنتافين سيلز يعني بتتصبغ بالفضه يعني مش مهم يعني، بتبقى منطوره في معظم الجي اي تي تيوب، وممكن كمان بنشوفها في ممكن تبقى موجوده كمان في التريكي برونكيال تري. اتكلمنا عن الكارسينويد في الايه في التراكيا والبرونكايا لو كنت فاكرين النيوبلاستيك كوزز بتاعته. طيب بس الاشهر هو الجي اي تي تيوب، واشهر مكان حتى كمان السمول باول، خصوصا الايه الاليا السمول باول. طيب الابوت سيلز دي دي ار نيورو اندوكراينال سيلز، فبيفرزوا ويل ديفرنشيت ويل فانكشن، فبيفرزوا هرمونز. حقيقة الهرمونز بتاعتهم مختلفة على حسب السيلز دي موجودة فين، لو موجودة في الاستومك غير لو موجودة في السمول باول، غير موجودة في التيرمين ايه غير موجودة في الكولون، غير موجودة في الريكتم. كل واحدة من دول بيفرز هرمونز مختلف، ولكن اشهرهم اللي هي بتاعت السمول باول او التيرمينال ايليم اللي احنا هنتكلم عليها بتفرز هرمون مهم جدا اللي هو السيروتونين. السيروتونين ده لما بيطلع بيبقى ليه بيعمل سيمبتومز مشهورة باسم حاجة اسمها كارسينويد سيندروم. الكارسينويد سيندروم ده عباره عن فلاشنج موجود، بيبقى سويتنينج، عباره عن تاكي كارديا وبالبيتيشنز، عباره عن دياريا اتاك اوف الكلام ده. ذيس از كارسينويد سيندروم. ولكن الكارسينويد سيندروم ده او السيروتونين الزياده ده عشان يعمل السيمبتومز دي محتاج ان هو يباي باس الليفر. ليه؟ لان هو لو عدى على الليفر بيتكسر وبالتالي ما بيقدرش يعمل سيمبتومز دول. وبالتالي عشان السمول باول تقدر تباي باس الليفر لازم تمتاستاسايز انتو ذا ليفر، وبالتالي الكارسينويد سيندروم عاده بيبقى اسيمبتوماتيك. الكارسينويد تيومر بيبقى عاده اسيمبتوماتيك اللهم الا بدا يمتاستاسايز انتو ذا ايه انتو ذا ليفر، فيبدا يبدا يظهر الايه يبدا يظهر كارسينويد ايه كارسينويد سيندروم. خلاص ممكن يعمل ابدومينال بين بس الاغلب الاسيمبتوماتيك اسيمبتوماتيك ابييرنس. طيب 5 to 6 decade ده الايه ده السن الاكبر او السن البريدومينانت للكارسينويد تيومر. ازاي اشخص كارسينويد تيومر؟ اشخص كارسينويد تيومر ان انا الاقي فيه ميزنتريك ماس ليجن. ماس ليجن موجوده ان ذا ميزنتري بتبقى سبيكيوليتد ميزنتريك ماس ليجن، دايما يبقى حواليها اكستنسيف سمودجنج سراوندنج فات بلينز اللي هو بيسموه ديزموبلاستيك رياكشن. ده ميزنتريك سبيكيوليتد ميزنتريك ماس ليجن سراوندد باي smudging of surrounding fat planes، وممكن تجمع حتى حواليها الباول لوبس اللي هو بيسموه ديزموبلاستيك رياكشن، وكمان يبقى فيها في النص كمان سنتر كلاسيفيكيشن مميز جدا للايه للكارسينويد تيومر. يبقى الكارسينويد تيومر بيبقى ميزنتريك ماس ليجن سبيكيوليتد ميزنتريك ماس ليجن سراوند باي اكستنسيف ديزموبلاستيك رياكشن اند كونتيننج سنتر كلاسيفيكيشن. بيبقى عنيف. هقول لك لا عاده بيبقى معاه ديزموبلاستيك اكستنسيف ديزموبلاستيك رياكشن. تمام خلاص، وعاده بيبقى فيه ايه وبيبقى فيه معاه كالسيفيكيشن كالسيفايد كالسيفيكيشن في النص. تمام طيب طب هو معلش هو ده ايه قصته بالباول ثيكنينج؟ يعني الليجن ده في الميزنتري ما لوش علاقه بالباول وول. الليجن اللي احنا شايفينه ده عباره عن ميتاستاسيس من البرايمري ليجن، ده عباره عن ميتاستاسيس من البرايمر ليجن اللي هو الكارسينويد تيومر. امال البرايمر ليجن عباره عن ايه؟ البرايمر ليجن بيبقى فيري سابتل مايلد انهانسنج ميورال ثيكنينج.
ميو تيكلينج بيبقى فيري ساتل زي ما احنا شايفين كده, بيبقى فيري ساتل فيري مايلد انهانسينج اوف ذا باول اي اوف ذا ده كبير صراحه, بس هو بيبقى بص ممكن يبقى جاست مجرد انهانسينج ميكوزا مش اكتر ولا اقل, جاست انهانسينج ميكوزا كده. عشان كده احنا بنعتمد على الميزنتريك يعني كدايجنوستيك انك تبص على او تشوف الميزنتريك ليجنز اكتر من انه ايه تعتمد على الايه على البرايمري, لان it is more difficult to detect primary than metastatic foci. فدايما في الدايجنوز دايما اللي بيلفت الانتباه ودايما الاسهل هو وجود الايه هو وجود الميزنتريك ايه الميزنتريك ليجن اللي سبيكيوليتد اوت لاين. طيب حاجه ثانيه, الليجن ده بيبقى انتنس انهانسنج وبيبقى فيري سطر انتنس انهانسنج لان قلنا ده فانكشنينج ويل فانكشنينج او فانكشنينج تيومر خلاص, فبيبقى انتنس انهانسنج. عشان كده العيانين دول لو انت بتدور عليهم اسهل او احسن انك تعمل سي تي انتروجرافي احسن من انك تعمل سي تي وذ اورال كونتراست. ليه؟ عشان الليجن ده بيبقى انتنس انهانسنج, وانت لو انت مشرب العيان ده اورال كونتراست دي بيضه وده بيضه مش هتعرف تشوف حاجه. فبالتالي عشان يبقى في كونتراست كويس ما بين اليومن وما بين الليجنز انهانسنج اعمل سي تي انتروجرافي احسن بكتير جدا من الايه من السي تي وذ اورال ايه وذ اورال كونتراست, بيتر فيجواليزيشن اوف ذا انهانسنج ميور ليجن وذ انتريك ووتر as contrast A, as contrast A, as contrast A, contrast agent. طيب لما بيجي يبعت ليفر ميتاستاسيس وده فيري كومن انك تلاقي معاه, بتبقى عباره عن هايبر فاسكولار زي ما احنا شايفين, بياخد انتنس انهانسمنت ان ذا ارتيريال فيز. وبالتالي لو انت شفت هايبر فاسكولار ليفر ميتاستاسيس لازم تبص كويس على البول, لان من ضمن الاسباب المهمه اللي بتعمل هايبر فاسكولار ميتاستاسيس القليله هو الكارسينويد ايه الكارسينويد تيومر. طيب في ديفرنشال دايجنوز مهم جدا للمنظر بتاع السبيكيوريتد ميزنتريك ليجنز ده, وهو عباره عن السكليروزنج ميزنترايتس او ليه اسم تاني ميزنتريك بانيكيولايتس. الميزنتريك بانيكيولايتس بيبقى ليه تو ستيجز, الستيج الاولانيه اللي هي في الاكيوت ستيج دي اللي بتبقى عباره عن دي سهله ومش بتبقى ما بتبقاش او ما بتبقاش مشكله ان انا افرقها ما بينها وبين ميزنتريك ايه من الكارسينويد تيوم, اللي بتبقى عباره عن الميزنتري بيبقى ميستي كده تحس ان في ضبابه كده ويل ديفايند كده وليها كبسول وتحس ان في انلارجد لينف نود في النص وحواليها هل. المنظر ده بيتشاف كتير جدا وبيبقى بيسموه ميزنتريك ايه ميزنتريك بانيكيولايتس خلاص, اللي هو بيسموه الاكيوت ستيج ميزنتريك بانيكيولايتس. نعم انفلاميشن بيبقى موجود في الميزنتري وفي اللينف نودز بتاعي في الميزنتري نفسه خلاص. طيب المشكله دايما في الكرونيك ستيج بتاعته, لو دخل الميزنتريك بانيكيولايتس دخل في الكرونيك ستيج بيبدا يعمل ميزنتريك ليجن كده ويبقى في كالسيفيكشن ليدزمولز كراكشن شبه جدا الكارسينويد تيومر. ازاي افرق ما بين الكارسينويد تيومر والكرونيك ميزنتريك بانيكيولايتس؟ اول حاجه لازم نعرف ان الميزنتريك بانيكيولايتس دي بتافكت الجينر ما بتافكتش الاليوم, يعني دايما تلاقيها ان ذا ليفت ابر كوادرانت اوف ذا ابدومين نتيجه للقريبه للجينر لوبس, انما العين تو الكارسينويد تيومر اقرب لان هو يكون ايه اقرب ان هم يكون اليوم, فبيبقى دايما ان ذا رايت لوور ايه كوادرانت اوف ذا ابدومين. تاني حاجه ومهمه انك لو بايس تلاقي معاه ميورال ثيكنينج, لو لقيت معاه انتنس او انهانسنج ميورال ثيكنينج او ميتاستاتيك هايبر فاسكولار ليجن ان ذا ليفر, فده اقرب ان هو يكون كارسينويد ايه كارسينويد تيومر. تمام بتحس ان في الميزنتري تحس كده في ليمف نودز ده اول حاجه وحواليها هالو وتحس ان اللي فيه ضبابه كده تحس ان اللي فيه زي جراوند جلاس اتينيويشن كده بيسموه مست بيبان لو في الفايل بتاعه بيبان جدا, يعني انت لو انت خلاص عرفتي ده بص بقى عليه هتلاقي هتقابلك اكيد هتقابلك خلاص. شفتها مكتوبه بس ما فهمتش دي عليها بس ما كنتش فاهم دي الاكيوت سيج من الميزنتريك بانيكيولايتس. تمام طيب ده كان الكارسينويد تيومر. تاني نيوبلازما هنتكلم عليه هو السمول باول لينفوما, وزي ما اتكلمنا قبل كده عن اللينفوما عرفنا ان هي ممكن تكون برايمري او ممكن تكون سكندري زي ما اتكلمنا في الاستاون, بس مهم اعلق ولازم نحط في دماغنا ان اللينفوما مرتبطه ارتباط وثيق, وده ما بجيب سيره لينفوما في اي حته بجيب السيره دي مع الاميونو كومبرومايزد الكوميونو كومبرومايزد ستيت. العيانين اللي عندهم اميونو كومبرومايزد ستيت بيبقى ليهم انستنت ان يحصل لهم لينفوما في اي حته خلاص, فده لازم نحط في البوسيبيليتي. العيانين اللي بيعملهم ترانسبلانتيشن, العيانين بتوع بياخدوا كورتيكوسترويد فترات طويله, اميون سبريس فترات طويله, لازم نحط البوسيبيليتي ده. عاده الليمفوما بتيجي في سن كبير, بس في ليمفوما بتيجي في سن صغير في الاطفال نتيجه ليه الايبشتاين باير فيروس انفكشن. الايبشتاين باير فيروس انفكشن برده بيعمل نوع من انواع الليمفوما اسمه بيركت ليمفوما, وممكن يافكت الايه ممكن يافكت الاطفال. طيب بشخص ازاي الليمفوما؟ زي الليمفوما بتاعت الاستومك بالظبط, بلاقي فيه بالكي ميورال ثيكنينج ليه لونج سيجمنت انفولفمنت,
والسمارت الفات بلينز اللي حواليه بتبقى مور ليس كلير، ودايما زي ما قلنا ما بيعملش انكروتشمنت على اليومن، وبالعكس يبقى ممكن يبقى معاه انيوريزمال دايلاتيشن للباول. هو دي الساين اللي انا جايب او هتكلم عليها في او جايب سيره السمول باول لينفوما عشان خاطر الموضوع الانيوريزمال دايلاتيشن اوف ذا باول. فيري كاركترستيك جدا للسمول باول لينفوما انك تلاقي برغم ان في بالكي انفولفمنت للميورال ثيكنينج واللونج سيجمنت بتاعه، الا ان اليومن بتاعه ما كانش نورمال، الا بالعكس ان هو ممكن يكون دايليتد. بص المنظر ده باين اكتر في الباريم ان الباول اللول هنا، وشايفين الباول هنا از ماركتلي دايليتد، ده اللي بيسموه انيوريزما دايليتيشن الباول. وزي ما قلنا السبب بتاعه هو نتيجه للانفلتريشن اوف مايسنرز نيزل بلكسس بالليمفوما، فبيحصل سام سورت اوف بارالايزد للسمول باول فبتبدا دايليت. الدايليتيشن ده از فيري كاركترستيك للايه للليمفوما. المالتي فوكالتي از فيري فيري كاركترستيك للليمفوما، انك لو لقيت مالتيبل بالكي نفس المنظر بتاعنا مالتي فوكال، ده برضو من ضمن الكاركترستيك جدا للايه للايه للليمفوما. لما تلاقي في مالتي فوكال باول وول ثيكنينج كده، مالتي فوكال باول وول ثيكنينج ليهم بالكي انفولفمنت نيو سيجمنت مع حفاظ على اليومن، ذيس از او انيوريزما دايليتيشن اوف ذا اليومن، ذيس از كاركترستيك للليمفوما. شايفين ده النيورال ثيكنينج اللي موجود ومع وجود انيوريزما دايليتيشن لليومن، this is a lymphoma. طبعا لو لقيت معاها bulky lymph nodes الهيموجينس برضو ده بيأسوشيت او كاركترستيك للايه للسمول باول ايه السمول باول lymphoma. وبالتالي اللي خدناه النهارده في المحاضره بتاعت السمول باول thickening، عرفنا pattern of attenuation والاسباب وازاي فرق ما بين inflammatory neoplastic، ده كلام عام. وعرفنا الاسباب اللي بتعمل السمول باول thickening، اتكلمنا عن الكرونز وعرفنا ان هم they are multifocal. اشهر حاجه انك تلاقي في multifocal long segment باول involved with escape lesions. وعرفنا الكومبليكيشن بتاعت كرونز از فيري امبورتنت. اتكلمنا عن الاسكيميك انترايتس، وعرفت ان انا لما الاقي في باول ثيكنينج معاه ارتري او فين مقفول يبقى دي يشخص اسكيميك انترايتس. دايما خلي بالك لما تلاقي باول ثيكنينج ده حواليه فلويد وجواه فلويد لازم تبص على الارتري، وخصوصا كمان تبص على الايه تبص على الفين. اتكلمنا عن النيوبلاستيك، اتكلمنا عن الكارسينويد، عرفنا ان هو بيبقى سبيكيوليتد ماس ليجن، بيبقى فيه كالسيفيكيشن وبيبقى حواليه ديزموبلاستيك رياكشن، اسهل بكتير جدا من السمول برايمري تيومرز اللي بيبقى انتنسلي انهانسنج وفيري ساتل او فيري مايلد نيورال ثيكنينج، ونعمل له انتروجرافي اكتر احسن من الايه من الاورا كونتراست. اتكلمنا عن الليمفوما وعرفنا ان هي بتبقى بالكي انفولفمنت مع انيوريزمال دايليتيشن اوف باول. المالتي فوكالتي از فيري كومن مع سوشيت بالكي ليمف نود هوموجينس لينهانسنج ليمف نودز، ذيس از كاركترستيك ويز ايه ليمفوما. ما ننساش اميونو كومبرمايز ستيت مع العينين بتوع الليمفوما is very is very common association. بس ان شاء الله المره الجايه ناخد اللارج باول ثيكنينج ان شاء الله. بيطلع كويس ازاي ليه ده بيبقى كويس جدا. انا ممكن اجيب لك